امبارح واول امبارح اتكلمنا عن الحادثه اللي حصلت في حزب الوفد واللي حصلت في غرف واروقه حزب الوفد. طبعا الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير لثلاثه من اعضاء في حزب الوفد قاعدين بيتكلموا باريحيه شديده جدا عن بيع قطعه اثار، وحد من الثلاثه كان مصور فيديو وما نعرفش الفيديو ده اتسرب ليه لحد دلوقتي، هل لان الشخص ده حب يفضحهم ولا لان الشخص ده اختلف معاهم على الاسم بعد كده، وما نعرفش هل في فعلا كان في قطعه اثار ولا ده كان كلام بيتقال مثلا عشان يوقعوا بعض في الكلام وخلاص. مفيش اي معلومات حقيقية في ايد الواحد غير ان الفيديو كان واضح وصريح جدا ان هم بيتكلموا عن بيع قطعة اثار داخل حزب الوفد. اول امبارح كان معايا الاستاذ زياد الخياط سكرتير الهيئة الوفدية، امبارح كان معايا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الاسبق، والحقيقة ان هم عبروا عن استيائهم الشديد من الحالة اللي وصل لها الحزب لحد دلوقتي، وكمان يعني ما كانوش مستائين فقط من اللي حصل من الحادثة اللي حصلت جوه حزب الوفد، ولكن مستائين من الحالة العامة اللي وصل لها حزب الوفد، سواء ان هم شايفين ان هو اداؤه السياسي سيء او شايفين ان وضعه سيء او ان الاعضاء اللي جوه ما يستاهلوش، او ويعبروا عن رايهم بشكل كبير جدا. حق الرد دايما مكفول ودايما بندي حق الرد، ففي احنا دلوقتي معانا حق الرد مع الاستاذ ياسر قوره عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، حابب ان هو يرد على الكلام اللي اتقال في البرنامج. اتفضل يا فندم. استاذه اميره مساء الخير، مساء الخير الساده المشاهدين. طبعا حضرتك يعني احنا بقالنا يمكن 3 ايام الوفد في صداره المشهد، وطبعا في كل الاخبار وفي المواقع، لكن هنا انا عايز اقول برضو ان احنا بنتكلم عن حزب الوفد، بنتكلم عن تاريخ، بنتكلم عن جزء كبير من تاريخ مصر الحديث، بنتكلم عن مواقف وطنيه، بنتكلم عن حزب الامه المصريه وحزب الوطنيه المصريه. فلما نيجي نتكلم عن الوفد لا ننصح به اشخاص اخطاوا، في خطا حصل من اشخاص وليس من الحزب. الحزب مؤسسه عريقه والوفد مؤسسه تاريخيه وهي جزء من الكيان الاساسي السياسي المصري، فبالتالي هي عمود من اعمده الحياه الحزبيه والسياسيه في مصر. فعشان كده لازم افصل فصل الحياه، وده يمكن سبب اللي انا حبيت ان انا اتكلم مع حضرتك فيه ومع الساده المشاهدين، ان احنا لازم نعمل فصل ما بين حزب الوفد وتاريخه وما بين انه في اعضاء داخل حزب الوفد اخطاوا. لما بيجي اي عضو داخل كيان او مؤسسه يخطئ ما بنقولش ان المؤسسه فاسده، لانه حضرتك هو في سوابق كتير قوي على مستوى العالم وعلى مستوى الوزارات، يمكن عندنا احداث قريبا كان في شبكه فساد في وزاره التموين وقبلها في وزاره الزراعه. هل معنى كده لما بتقبض على حد بتهمه فساد هل معنى كده ان الوزاره فاسده؟ هل معنى كده ان الوزير نفسه فاسد؟ لا، ما اقدرش اقول كده، لا ما اقدرش ان انا اربط ده بده، لكن خلينا نختزل الموضوع ونحطه في حجمه. حجم الموضوع ان في الاشخاص الاخطاء في لائحه في الحزب بتطبق، وده اللي حصل بالظبط، انه حصل تطبيق كامل طبقا للائحه الحزب، وحصل لجنه النظام اجتمعت على مدار 2 يوم، تحول الدكتور عبد السلام تحول الموضوع للجنه النظام، لجنه النظام طلبتهم للتحقيق امبارح ما حضروش، النهارده ما حضروش، فبالتالي اتخذت قرارها بفصلهم وتحويلهم للتحقيق للنيابه. وبالتالي لما انا احول للنيابه انا ببعد هذا الكلام، انا ماليش علاقه بالتحقيقات بقى، النيابه هي. هل فعلا غرفه الهيئه العليا، لو انا يعني افتكرت اسمها بشكل صحيح، هل هي غرفة ما بينفعش أي حد يدخلها، أو إن هي ليها يعني بالنسبة للوفدين مقدسة مش أي حد بيدخلها غير الهيئة طبعًا العليا؟ طبعا دي غرفة دخلوا تاريخية، إزاي يا فندم؟ ويمكن امبارح الدكتور سيد قال لحضرتك إن دي غرفة لها تاريخ، طبعا تاريخ ما قبل ثورة 52، طبعا دخلوا إزاي؟ حديث دخلوا ازاي دي يسأل فيها الـ 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 الإداريين اللي مسؤولين عن الحزب. طيب دي اللي خليني فيها. انا طبعا مع حضرتك ان لما يبقى في حد يعني يطلع مش كويس مش معنى كده الناس كلها مش كويسه، ولكن برضو لما يبقى في رئيس قوي للحزب او معاه ناس شايفين شغلهم كويس بيجيبوا برضو يعني الناس لما بتروح مكان بيجيب الناس اللي هي تقدر تثق فيها،
الناس المسؤولة. فوجود أشخاص في حزب عريق وتاريخ زي ما حضرتك بتقول في حزب الوفد يتكلموا في هذا الحديث المغزي إن هم بيتكلموا في بيع قطعة آثار، هل حضرتك شايف إن ده مش حدث كبير جدا؟ مش المفروض بس الثلاثة دول إن هم يتعاقبوا؟ لأ، المفروض كمان يكون في سؤال مين اللي جاب الثلاث أعضاء دول ومين كان مسؤول عنهم وإزاي دخلوا إلى الغرفة، غرفة اللي هي المقدسة، غرفة الهيئة العليا. يعني في تساؤلات كتير يا فندم، اعتقد ان هي مش بس الثلاث اعضاء هم اللي اخطاوا، لا يعني شكل الخطا اكبر من كده. لا، نفصل حضرتك، قلتي كذا نقطه مع بعض. النقطه الاولى انه في اعضاء اتكلموا في تجاره اثار وهي تجاره محرمه وممنوعه قانونا ويعاقب عليها القانون. ان في اشخاص داخل الكيان اتكلموا بالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو ده عن تجاره اثار وكلامنا ده لا علاقه له بالكيان السياسي والمؤسسه الحزبيه. ازاي؟ لكن ده عباره طبعا يا فندم. هو الحزب النهارده هو الحزب داخل في تجاره اثار؟ لا طبعا، محدش قال كده. طب امال ايه حضرتك؟ ازاي بمعنى ايه؟ الاشخاص دول مش موجودين وسطكم يا فندم؟ هو لما حضرتك تبقي موجوده النهارده في اي مؤسسه وفيها ناس فاسدين او في ناس بتتكلم في شيء خارج القانون، هل معنى كده ان المؤسسه نفسها فاسده؟ لا النهارده المؤسسه انا قلت الكلام ده في الاول، قلت اكيد لا، اكيد لا، ولكن مين الاشخاص اللي كانوا موجودين جوه؟ مين المناصب بتاعتهم؟ المؤسسه تحاسب اذا لم تتخذ قرارات صارمه ضد المخطئين، وده اللي حصل. احنا اتخذنا كافه الاجراءات اللي نستطيع ان احنا نعملها. احنا اكتر من فصلهم وتحويلهم الى النيابه، ده اخر لما نعمله، دي اخر صلاحياتنا. كنا هم مين اللي موجودين؟ الناس دي مش اعضاء حديثه في الحزب، اعضاء قديمه. بس انا ما اقدرش ان انا ما بخشش جوه نوايا وبجري ورا كل عضو موجود في الحزب. بس مش حضرتك يعني مش ده يدي شعور للناس ان في تسيب في الحزب؟ لا، ده مش تسيب. لما اتنين يتكلموا في موضوع، هل معنى كده ان في تسيب؟ لما دخلوا في اخطاء. بص حضرتك، في اخطاء في المرحله اللي فاتت، كان في اخطاء في المرحله في عدم خوف، في عدم رهبه من المكان اللي هم قاعدين فيه، بيتكلموا باريحيه شديده جدا. يعني الرهبه واحترام المكان يعاد بتطبيق القانون وتطبيق اللائحه. يعني انت عارف ان مفيش حد فوق اللائحه، فوق لائحه الحزب وفوق دستور الوفد وفوق تاريخ الوفد، مفيش حد فوق اي. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني الدكتور السيد البدوي امبارح والاستاذ زياد الخياط اول امبارح قالوا لي انه الدكتور عبد السند يمامه يعني غير قادر على اداره وعلى رئاسه حزب الوفد. حضرتك حابب ترد على حاجه زي كده؟ طب انا استوقفني امبارح بس نقطه. اتفضل يا فندم. مع كل احترامي وحبي ليه، وهو يعلم انا بحبه قد ايه، وحبه للوفدين كلهم والوفدين بيقدروه قد ايه. هو امبارح كان بيتكلم على فكره انه الدكتور سند حول الموضوع الى لجنه النظام ولم يقم بفصل الناس الموجودين في الفيديو في نفس اللحظه. طيب، وكان بنفس الوقت بيعيب عليه انه قبل كده كان عنده قرارات قبل كده طلعها دون اللجوء للائحه. طب اذا كنا احنا النهارده في مرحله استطعنا مع الدكتور عبد السند ان احنا نصل الى نقطه التوافق انه فيما بعد المرحله الماضيه خلاص عملنا نقطه فاصله، وقلنا من بدايه من المرحله الجديده ان كل القرارات التي تصدر هتصدر لائحيه وطبقا للائحه ودستور الحزب. او ما انا اجي اقول هو ليه عمل الكلام ده المره دي مع انه كان متجاوز قبل كده؟ طب ما احنا كان في تجاوزات قبل كده، احنا قلنا خلاص التجاوزات انتهت وفي فتره تعديل وتحديث وتطهير لكل الاشخاص اللي كانت موجوده في مرحله ما كان لها بتاخد من الحزب ووجودها سلبي على الحزب، ان احنا دخلنا في مرحله جديده، مرحله بنغير فيها، يبقى لازم نبقى نساند بقى المرحله اللي جايه دي. كون ان في ناس اخطات، الكل شاف انه ما فيش تجاوز وما فيش اي حد لا طنش ولا عمل، بالعكس كانت القرارات لحظيه، اللجنه اجتمعت ثاني يوم، القرارات اتخذت في خلال 72 48. طب هل حد فيكم تواصل مع اي حد من الاعضاء اللي كانوا قاعدين بيتكلموا في الفيديو ده؟ محدش تواصل معاهم ابدا؟ يعني سالهم؟ انا فاهمه، يعني في حد سالهم، في حد تواصل معاهم، يعني في اي كان مش من دورنا ان احنا نتواصل يا فندم. احنا في لجنه النظام تتواصل ان انا فاهمه، انا فاهمه والله. انا بتكلم يعني في حد تواصل معاهم بشكل ودي، فهم ايه اللي حصل، ايه اللي كان بيحصل، هل في فعلا قطعه اثار ولا لا؟ طب هل في بقى النيابه هنا هتخش تحقق بقى بما ان الموضوع كبير وده قطع اثار؟ يعني انتوا بتتكلموا في موضوع كبير جدا، يعني حضرتك ما عندكش يا فندم. انا مش هخش، اصل لما حضرتك تسالي اي حد، الواقعه اللي موجوده ان احنا كلنا شفنا فيديو مصور، لكن صوره بس محدش فيكم بقى حاول يتواصل معاهم بعد كده؟
ما انا هقول لحضرتك، ما انا لما اجي اقول لك هتقولي لي النهارده هيبقى الحوار هيمشي في اتجاه، لا ما اصل الفيديو متركب، لا اصل الفيديو مش، انا ما اقدرش اخش في الحوار ده وما اقدرش اتصرف فيه لانه في جهات مختصه وفي نيابه هي اللي تقول رايها. يعني قصد حضرتك تقول ان ممكن يكون كان في اجابات ان لا ده مش لينا، ده متركب وحاجات كده. هنخش هنوصل الى حوار صفري، مش هيوصل يعني نتيجه صفريه، مش هتوصل لحاجه خالص. فبالتالي الامور تاخد مجرى. هسالك سؤال اخير، هل حضرتك راضي عن أداء حزب الوفد السياسي ووجوده في الحياة السياسية المصرية دلوقتي؟ يعني بالطبع إن ما فيش حد راضي عن أداء الوفد في المرحلة اللي فاتت، بل بس وأنا اللي أنا بوعد حضرتك بيه إن إحنا المرحلة اللي جاية فيها تغييرات كثيرة جدا، سواء كان في السياسات أو في التشكيلات أو في الرؤية. إحنا شغالين بشكل كبير على المرحلة دي، وده بالاتفاق مع الدكتور عبد السند إن المرحلة اللي جاية فيها تغييرات كبيرة. إحنا داخلين على استحقاقات انتخابية، ولازم الحزب يبقى جاهز للانتخابات اللي جايه، ولازم يبقى فيه كل مؤسسه داخل الحزب تقوم بدورها، وده اتفاق اتعمل ويمكن بدايته كانت اتطبقت من ساعه الالتزام باللائحه من الواقع اللي حصلت دلوقتي. فانا بقول لحضرتك ايوه احنا مش راضيين، ايوه في اخطاء، لكن احنا بنحاول نعدل الاخطاء دي عشان الحزب ياخد مكانه الطبيعي تاني ويرجع لمركزه ومكانه في المرحله اللي جايه اللي تليق بيه واللي تليق بثقه المصريين. أستاذ ياسر قور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنا بشكرك جدا على المداخلة، كان ليك حق الرد وخدته. حزب الوفد حزب ليه تاريخ كبير جدا، إن حادثة زي دي تحصل داخل حزب الوفد ده يعني مأساة كبيرة، والناس تزعل جدا على تاريخ حزب الوفد وعلى الناس العظماء اللي ترأسوا حزب الوفد قبل كده. فإن يكون في ناس بالمواصفات دي دلوقتي حاجة أكيد يعني تزعل جامد، يعني حاجة تزعل جامد جدا. أداء الحزب السياسي أعتقد أن هو بيتغير مع تغيير الوجوه السياسية وتغيير السياسات بشكل كبير جدا، فربنا يوفقكم. طيب.